محدش فينا يقدر ينكر إن سنة 2020 دي سنة صعبة جدا جدا، لكن كلنا نقدر نقول شفنا يد الرب وشفنا يعني إيه في فرص في زمن الضيق. رغم الاحتياج والضيق والموت، وجوده كان ظاهر يمكن أكتر من سنين الراحة والبراح. أنا شخصيا شفته معايا في وادي ظل الموت لما هجمتني الكورونا، شفته يعني إيه يمشي معايا في الموت، شفته يعني إيه عضدني، يعني إيه ريحني، يعني إيه عزيني. عايزة أتكلم معاكم بحاجات كتير قوي عملها معايا. استنوني في حلقة من القلب للقلب، وهنتكلم مع بعض من قلبي لقلبكم. انتظرونا في حلقة جديدة من برنامج من القلب للقلب بعنوان الشكر في زمن الضيق، على الهواء مباشرة على قناة الكارما في المواعيد التالية: الثلاثاء 1 ديسمبر 11:30 صباحا بتوقيت كاليفورنيا، الثلاثاء 1 ديسمبر 9:30 مساء بتوقيت القاهرة، الأربعاء 2 ديسمبر 6:30 صباحا بتوقيت سيدني،